بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ شو الاخبار؟ معكم اخوكم بدر مستر فيفس، وللمره الثانيه معنا الاسطوره والكم يا ابو دحي. هلا والله بدر، شلونك؟ والله بخير، نعم معلوم كنت. والله بخير يا صاحبي، تفضل عطنا الكواب يا حبيبي. يلا يلا، اليوم بيصير في جلد غير طبيعي، نسميها ليله الغضب. ليه؟ لاني مهزوم. انت مهزوم يا الميلان ولا وشو؟ اي صح، كلنا مهزومين ليله الغضب. لا لا، تعادلتوا انت. لا، مسكوعين بالدوري 3-2. ايه، ليلة الغضب، ليلة انتقام. طيب يلا يا صاحبي، عطنا ادخل كواب. يلا الحين اروح عند مواسم تعاونية ولا لحظة ما ضفتك او شيء، عطني اسمك. الا موجود عندي بفرنج. انا قدر الله علي وسويت حادثة بمستر فيفا اس اي. اوف، عطني اكونت قروشك الكوينز وذولي. ما عندي مشكله في الكوينز، ما عندي مشكله في اللاعبين. اللي ضيق صدري لاعبي البرو كلب. اوه، هو اللي راح اقول لك. عطني سبيلنج I-N-Z. ايوه، اي جي. على كذا بخلي رونالدو راس حربه ما دام تتحدد. او شيف عاد ابو داحم سام ستة، انت اسطوره يا اخي. عاد والله مو باسطوره، والله تصقع واجد اسطورك. لا لا شوف، خلت لا، بغض النظر عن النتائج وعن اللعب، انت اسطوره، تظل اسطوره. الله يسلم. زين راسي ترى مره نلقم اول مباراه مصيبه يا ابو داحم. افا ارجوك نبي ايش؟ لا رحمه، خلاص حطيت الدور راس حربه، قلبناها منوبه. تبي نقدم عرض الابره يجي معنا ولا نقدر نقدم عرض الابره يجي؟ لا لا امزح. الله تحمست، مدريد يصير معنا ابره. والله قلت يمكن اطوار تعاونيه فيها حركه زي كذا ولا شيء. بالله شوف فيفا وش يقول لي. لاحظ، يقول لي يقوم قائد الفريق. الله يا ابو داحم يا قائد. اخس انا القائد. بإجراء تغييرات ما قبل المباراه. روح يا صاحبي. الله، لو اني القائد اول شيء بسويه ببيع بيلو ورونالدو واحط القروش في مخباتي وافكع. نظام شو اسمه ذا حقكم؟ حق الميلان. ايه بالسكون، سبحان الله. عشان يشجع الميلان سرجيه. يلا يا بحش، يلا جاري البحث. شوف، حطيت يسار دي ماريا ويمين بيل، فهمت؟ وراس حربة كريستيانو وراه اسكو. ايش تصدق عندي ما تغيرت؟ ما يتغير عندي ضار، بس عند الكابتن. طيب شوف النظام بدر، شوف انا شو بسوي. انا اللي بسير ارجع اغطي ورا، وانت اللي تدخل اغط على اللاعبين. انا كل ما دخلت ترى اغطي على اضغط على اللاعب، لازم اجيب العيد. تحمس واضغط اكس وتروح علي. فهمت قصدي؟ انت تحكم عندك مانوال ولا وشو؟ لا لا، وش اللي مانوال؟ حتى بخليه مانوال عشان ما نجيب العيد يعني في الكواب. ما عندك مشكلة، عمو أول مباراة إن شاء الله نجرب، وأرجوك لا ننهزم أبو داحم. آه عليك. يلا يلا يلا، وأبو داحم من قدو. إيه. أو يلا أو يلا، خذ يا أبو داحم، سامي أبو داحم. هذا أنا، هذا البداية. ها، أنت الأحمر، حتى عارفين اللون اللي يصلح لك. أبو داحم أعطي لك أحمر. ضايق ضايق، صح عليك. صح يا فيب. الله 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 الله، صح يا. لا 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 لا، هذه جت صدمة. لا لا كفو، صرت سكت فيني. هاي هاي، وش الحكم واسخ؟ صح، لا تعصب يا مداح. والله واسخ الحكم من البداية. بقدر يا أخي. أخي رهيب والله. والله لعيب المجرم. جوا جوا يا مداح، جوا. اه حلوه، الله حلوه. بس ان دي ماريا زق رجل يمنى. هذه واحده بنقطعها يا حبيبي. يلا تستهبل، انا والله المقاطع اللي اسجلها والله مو بجيب ام العيد. اشوف مقاطعك احيانا، بالذات اذا جت لحظه تنرفز فيها انت تعصب. يا اخي اللاعبين هم يقهرون احيانا يا اخي، ايه احس انهم حاقدين عليه. يا رب باه يا مودريتش يا وحش. هجمة جول. الله 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 يا الدون. كيف الدون؟ بس هدي هنا الدون. كيف الدون بالله؟ تعجبني يا وحش. صح، مجرم مجرم. الدون كريستيانو رونالدو، خله بس راس حربة وزهل اللعبة. كبير يا وحش. بس هنا كريستيانو، والله كريستيانو. هيا ابو داحم، لك لك لك. هيا اوه 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 اوه. يا
اخي والله محبوط قسما بالله ذا الفالبس. يلا حلو بيل بيل راس مجرم. ها يلا الله عليك والله محظوظ والله محظوظ مستويات تبشر بالخير يا صاحبي. ايه مثل قوة جلد لك 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 راموس. بيبي راموس يا سلام صح عليك يا صح عليك. ترى ايوه ما عندي ولا احتفالية فيه ولا كنت بسوي الهبة. وش الهبة؟ ما تتابع بدرويات يا حبيبي وانا كل مقطع عندك طال عمرك امتر فيه واعطي لايك. لا والله اني مشتع. ها يا ابو دعها انت اصلا ما نزلت الا حلقه واحده ترى الحلقه اللي نزلتها كنت مسافر يوم نزلتها. يا سلام الله لا 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 امدان استعرف اي واحد هدف كان هدفك بس الحين خذ راحتك اسحب فيه سحبه القر. فاول فاول شوت يا سلام صح عليك عطى هبه من جد الحين اصبر انا ما عندي ما عندي هبه شوف الهبه وش يسوي. صح عليك اشيلك فوق ظهري يا ابو دعح. لا صح والله لا ادري السحمه جاء من ده بكل السحمه راجع بكل هداوه الدون بكل هداوه. صح عزيز البرشلوني كان ودنا تكون هذه النتيجه في الديربي لكن خلونا ساكتين بس خلونا ساكتين نكتن عليك. والله هدف سانشيز يا اخي اقسم بالله انه طرب. اي سانشيز مجرم يا الله هدفه. شوف سانشيز تدري متى يبدا اذا الفريق اذا يلعب مع فريق يلعب على المرتده. شوف برشلونه يوم لعب على المرتده وشو بدا سانشيز. هذا مشكله برشلونه ترى ما يلعب على المرتده نهائيا. والله احنا راسين ورص ايوه خريب انسحب كفو تعجبني. طيب توقع بنقدر نجيب ديفيجن 1 ولا لا نجيب او نجيب الديفيجن 1 ولا نوصل بس للديفيجن 1؟ يا عمي وش اللي نوصل نو يعني تشفقنا ونخلص السلسله لازم ناخذه يا حبيبي. خلاص ناخذ امه بعد مشكلة الحين انا ذا السباق العامية ودي على الاقل اوصل ديفيجن 1 وكفي صلى الله وبارك عن شكل الحين اللعبة. لا صح هذه خمس ديفيجنات حسب عشر هذه خمسة ولا والله ما ادري الا الا خمسة خمسة صح. يا لك يا بطل الله يا اسكو الله روح يا مدح روح يا مدح كعب 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 سجل كعب صح عليك صح صح عليك يا وحش. عطنا احتفالية دون تاتش مي دون تاتش مي يا حبيبي هذه معناها دون تاتش مي حسبه يعني مسوي لي مؤدب لا من محتفل. ايه لا لا هي اصلا حقت انه ما يفرح عشان جاب فريق السابق هدف عرفتها لكن انا مخليها دون تاتش مي لانها جاي نفس الشيء يعني نفس المنطلق في الكتاب. الله انسى بدي 55 جلد مرات الكل كيف الله يا ابو والله صار في جلد غير طبيعي. شفت اطربتني يا ابو الله يسعدك والله بهدفك ترى حق الدون مو طبيعي احصائيه مشرفه. طيب كم ديفيجن ايه خمس ديفيجنات يلا يمدينا الاول ناخذ جيم ثاني. لقد اكملت للتو مباراه مواسمك التعاونيه الاولى مع صديق من الممتع دائما اللعب دائما معا لكن كان صديقك لا يستطيع ان يكون على الشبكه عندما تكون انت بامكانك اللعب منفردين ومساعده بعضكم البعض للانتقال الى درجه اعلى بالتعاون لكن تذكر فاللعب كل على حده سيؤدي ترتيبكما في لوحة متسابقين للمواسم التعاونية سام. لا بالعكس إن شاء الله احنا أفضل هي بطل هي دي ماريا دي ماريا والتسديد يقطع جبهتك يا دونتي. باب واحد يا حبيبي نلعب والله باب صح عليك والتسديد يا الله يا مشكلة نوير مجرم اي والله مبدع حتى في الالتمت. يا راموس يا شيخ مش الحظ شوف شلون يرجع الحارس ويمسكها. لا والله ما صفر لا والله مشت لا والله يا اسكو هي يا اسكو هي يا اسكو والله يا اسكو والله اني حاطها ربي قسما بالله والله حاطها في شوف انا اذا لعبت فيفا في سلك فيوز ينفك كذا مع انك خارج اللايف وش ملحك يعني انت ايه هذا هي اذا لعبت كوره واذا لعبت اللي قاعد تشوف مباراه في سلك يفصل اذا انت مباراه وخلصت لعب مباراه ورجع السلك شبكه رجع الشبكه ايوه حكم صار دون دريت الله 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 هي هي
هي هي هي الله يا سلام يا كريستيان الله عليك يا بطل الله يا كريستيان خلنا سكتوا يا شيخ جاهرني قصص 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 هم من امشي على حدود هذه اكثر حركة تقل. لا ما مدنا لا 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 الحكم انت بيا بدع نروح ارتب الحكم الوسط صح عليك يا وحش مربع اكس مكشوف الله يا اخي الدون رهيب لا يسار لا يمين ما تفرق نوير ولا ما انت برود لا لا انا ملحس يا رجال ضف وجهك حلوه حلوه يا زيدان اللعبه ذي اوه زيدان خلنا نلعب التيمت تيم ليجند اجيب زيدان مو موجود يا حبيبي لا 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 ما شفت انهم نزلوا فيجو ونزلوا ذولي ايوه اي مع الوقت بينزلون لاعبين يعتقدون انهم مو منزلين زيدان يا اخي المفروض من اول شيء زيدان لا علشان يحمسونك فهمت الحين تفتح باكجات علشان لاعبين موجودين هم ينزل زيدان تخك خقه القرن قول زيدان والله اروح اشتريه مدري ايش هدفك وحش انا شف زيدان اذا نزل زيدان يا حبيبي شفت شلون هم كذا حركتهم هم بعد اسبوعين يروح ينزلك الظاهره رونالدو والله اني حسبته حارسنا اني اللي حس مخي هم بعد اسبوعين اذا نزلوك الظاهره رونالدو خدقت زياده وروح اجلد باكجا رونالدو على العين والراس يا حبيب صح انه ظاهره صحيح لكن زيزو وسط الملعب حيط مشاعري يا ابو داحم الله يقولك قلت دي انا من اليوم اقولك مره متحمس له كريس بول كونكور شيفشينكو جورج ويا فان باستن متسلل مالي مالي كلهم مودريتش يا الله يا الله يا نوير مت يا نوير مت ايش دعوه يا اخي قهرني الله ايه الله يا انت شايف عربي ها مالك يا سلام عليك يا بدع لك لك هي هي ابره اكو يا ابره يا شيخ مشكله انا هذه ما احب العب ببرك ليش عشان اذا لعبت ببرك كل شيء ودي اخليه يسوي ابره ابي هو اللي يشوت هو اللي صح عليه هي بطل هي بطل لوكاس يا لوكاس والله صح لوكاس يمين ولا يسار لوكاس لا يمين هاي مشكله بعد موت طبي ما يعرف شو هي يا ابره انا مو ابره ذا يا اخي انا ما هاي بعد والله ترفع الابره بعد ترى ما شفتها سلام عليك الله يا ابره لا 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 يا ابره كيف ابره بس يا رايق يا رايق تعمل لنا عداوات ترى انت في الكواب ضد الخصوم مع الاسطى لازم لازم الله صح عليك كبير يا واحد مجرم ابره والله مجرم الله هنا بكل هداوه بكل هداوه يا حبيبي اربي ولمسه مربع مربع يعني شوت سم اي هم بلاي ستيشن الله حكم ابره سلامات يا ابره ابو دحم ابره صيب ابو دحم اعوذ بالله شوف في تداخل في الارجل اشوف اخر عنا يا ابره تراك بركت على الرجال ابره حركات اللي شو اسمه ذا انه ما يدري يعني اعطاه كوع وكذا هو واقف حركات ردوي يا الهلال يا ابو دحم عاد ابره كوع واحد وانت في المقبره تخبر اونيو ذاك البريك الهير مدافع ايه اللي انهاه ايه الله يقولون ابره دبج فيه تدبيج كسر له ثلاثه اضلاع شو ما طلعت السالفه الا يوم بيرلو طلع كتابه الله لا لا يا ابو داحم لا 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 صح عليك صح عليك يا عمي سوي ليفيا اللي ضدنا ارجوك اترك الجيم لفج على طريقه زيزو ها ابو داحم ما له حل كبير يا ابو داحم الله جلدناهم جلد الله صح عليك مات فيديو وديفجن ون وين كويا الله او يلا يوه سحب 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 عليك يا ابرا
حكم حكم, حكم إيه واضح هذه أوف حسب عليك سم 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 إي إي اطلع طب الحارس سحب فيه سم ما ردك يا شيخ عليك يا سيكو طب عليك يا سيكو يا واحد يا السلام سيكو سحب ايوه قبل يقطع ما اقدر يقطع الله ابداع المباراة بطل يا ابو داح الله يسلمك ما قصرت والله ابداع غير طبيعي يعطيك العافية على بداية السلسلة ان شاء الله وزي ما قلنا هدفها ديفجن وني يا حبيبي كل خمس ايام ان شاء الله اربع ايام بنسجل انا وياه ثلاث مباريات اربع مباريات ونبدا نقطع فيها ونضبط فيها يعطيكم العافيه يعطيك العافيه بدع الله يعافيك يا شيخ ابدعت وامتعت يا صاحبي والله انت اللي ما قصرت بدع كنت ماسك اللعب كله ما شاء الله ابدعت يا انت الكابتن يا حبيبي طيب 39 نقاط الله يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه يا شباب مشكورين ونراكم على خير ان شاء الله شكرا يا بدع الله يسلمك ستوب ريكوردينج ستوب يا حبيبي